يقولي ما ليش تجي ما ليش تجي مزيانة. فأنا صورني ونشوف صورني ما درش الفوكس عليا بدكشي مهم در دكشي اللي بغا. فاش جيت نشوف تصويرة قلت له بصح قلت له راه جات مظلمة فيا مظلمة وجا راه مظلمة وجا اللايت على هذاك اللور بزاف. ويقول لي ايوا صوري راسك صوري في التليفون. كنت كندير فيه بحالك تنقول هذا مالو. فاش نزلنا ديك لابارتي الاخرى اللي ما شفتوهاش في الطريق فاش ديك الساعة قطعت هذيك لابارتي الثانية ما شنو نقول لكم اللي كنوقف فيه كيقول لي سالينا 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 بحال هكا صدمت مابقيتش كنقول شي هاد الشي. اي حاجة كنوقف بها كيقول لي سالينا سدينا. قلت له دابا شنو هاد الشي سالينا وما باغيش يخلص الفلوس على شي حاجة مثلا نقول له واش ندخلو هنايا تيقول لي تيقول لي بحال غادي معايا بالجميل فهمتي. المشكل هو اللي باغي هو اللي باغي يخرج بالشي. قال لي تنقول لك ما باغيش يلعب تنقول لي واش راك مزيان واش ما عجبكش الحال تيقول لي لا انا عاجبني الحال انا مزيان هو بحال هكا فهمتي. هو انسان مؤمن. قلت له دابا شنو هاد الشيء اللي زعما المهم اي حاجه كنوقفوا عليها كنوقفوا كنلقاو سدات. جاني الشجوع ما كليت والو و يو قلت له هو داك الفرايز عرفتي كي تبع داك الفرايز وفيه لي صوص داك الشيء كناخذ الفرايز كنوقفوا عليه كنلقاو بزاف ايس تقول لنا صافي كلوز ما عجبنيش الحال وعيطت لختي وقلتها ليها قلت لها انت شوف هو غادي في الطريق وكيدير هادشي اي حاجه كنسولو تيقول لي ما عرفتش اي دون نو اي دون نو اي دون نو اي حاجه كنقول لي ما عرفناش اي حاجه صفت لي خرف راسي. تعصبت مزيان البارح مشينا لواحد البلاصه سميتها هونغ داي. هاد هونغ داي هادي نورمالمون كتكون زاهية كيكون فيها كيكون فيها لي زارتيست وداكشي بحال تقول جامع الفنان وداكشي ديالنا. وقال لي نتلاقاو مع العشية مع مع الجوج. مشيت مع الجوج باش مشيت لقيتها هونغ داي خاوية. قلت له فين هي هونغ داي؟ قال لي كيكونوا سادين دابا وانا اش غنجي نشوف زعما علاش انا غنجي نضيع نهاري ونجي لواحد البلاصه اللي انت اصلا عارفها ساده واللي راني ما كتكونش محلوله دابا ما كيكونش الزوار ماشا المشكله بعيده عرفتي شي ساعه ونص ديال الطريق ولا ما عرفتش حتى سخفت تشكيت يعني كنت شكرا تشكيت بما فيه الكفايه. حسن والله تعصبني وحق الله عصبني بالشهد. وغدا عندي عشاء مع ماما خصني ندير الصواب وديك الشيء ماما عرض عليا لا رجعي لي الفلوس اللي ديال انا شو اشي انا كون كان زعما تعمل معايا زعما كلش نطلب من عندو فريند مش الزوج ديالي لا مش الزوج ديالي غير صديقي. نو اتس نوت ا ديت جايز شو عندي صاحبي صاحبي حلوة والله تنزعمي حلوة حلوة ولا هذا فريند هذا فريند لقيته في المغرب هو ماما ياك وخرجتو فهمتي قال لي تلاقاو داكشي وخرجتو هويا وماما فهمتي انا بحال هكا انا كيعجبني تهلا في الناس هكا الوسط الامريكانيات
باسكو كاع داكشي التقليدي كنديرو لهم حنا يا ولكن خرجوا مثلا فاش كتكون واحد المره واحد الشينويه شينويه وشينوي جوج دري ودري جا مشينا انا وياهم الجامع وتركنا علمونا دارنا نتهلاو في البراني ونتهلاو في الناس هادشي شحال اللي كنديرو ملي كنت صغيره يجو عندي بزاف واحد النهار واحد الحضره بقات كتبكي مبغاش تمشي المهم هاديك الدار عرفتي شحال دخلنا شحال من نوع دخلنا عندنا الانواع والاشكال في الدار مهم المهم لا ميم شوز مع هذا كانوا بغاو يتعشاو قالت لك ماما بغات تشرب بغات تشرب الشراب وبغات تاكل شي حاجه مغربيه قلت لها ها انت الا بغيتي تشاي ما عرفتش شنو البيدجي ديالك انا نقدر نديك عطا الله زعما نبدا شي ريستوران بحال هكا مغربيه فيها الوان وفيها الشيء بحال ما بغاش ياك شويه قلت لهم راه ما بغيتش نقدر زعما نديكم غير ريستوران لي زعما صافا ما خليش بزاف حتى ندوم السقاله السقاله في الطواج زوينه داكشي كنت غنخلص عليهم زعما الصراحه ما كنتش زعما ولا نخلص عليهم قلت لهم نديكم السقاله ونرجعو ونخرجو من السقاله داكشي نساروا في المدينه نمشيو مدينه قديمه ونمشيو السقاله ديك الساعه هذيك الساعه نتفارقو قال لي صافي جا هو كان ترى المغرب هو كاملين تقريبا كامل هذا كل بلايص عمر معروفين جا هو يقول لي مشينا للمدينة تركنا في المدينة شوف حياتي مطايفة هذا راه دابا إيمان راه الناس ديال الصباح راه الصباح هو كيتمرن دابا حنا راجعة المهم جينا لهذا مبقاتش مطايفة مشينا للمدينة تركنا واحد شوية من بعد قال لي عييت بغيت نجلس نشرب شي حاجة مشينا شربنا أتاي وتخربيق وديك الشيء شربنا واحد شربنا اتاي ديك تخربق وخلصت داكشي خلصتو موجة داكشي فاش كان زعما انا خلصت مشينا خرجنا هما يقولوا قال لي ما بغيتش ناكل بغيت زعما نتعشى قال حيت كتحب الواي خلص ولا ما عرف شنو ما بغيتش نتعشى دراتني كرشي صافي قلت له الا بغيتي نمشي ولا الا بغيتي نمشي ولا هادشي في المغرب قلت له بغيتي نمشي ولا ديكم في الجامع حيت نتوما بغيتو تشوفو الجامع بالليل وداكشي نمشيو قال لي ديتهم جامع حسن الثاني وبغيت فراغ واحد بزاف وانا ما كيعجبنيش الناس يكونوا يحسوا بالملل واخا كبار ما يهضروش بالمغربيه ولا بالانجلي ولا شي حاجه كنبغي كنسقرام بزاف باش نقول لكم سقرام بزاف قلت له واش ديكم الجامع مشيت للجامع خلصت لهم انا الطاكس